يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أصلي خلف إمام عنده بدعة مكفرة مع العلم أنه لا يوجد غيره في المكان الذي أعيش فيه؟ لا يجوز لك إذا كانت البدعة مكفرة، فدعاء غير الله والذبح للأموات والاستغاثة بهم لا تصلي خلفهم، إن كان هناك جماعة صلي معهم من أهل التوحيد، وإلا صلي وحدك. نعم.